السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شباب، حلقتنا النهاردة عن السادة في مزارع الدواجن. السادة بتنتج بسبب احتمالين، لا إما أي بي لا إما اتش 9. طيب بغض النظر عن السبب، تعال أحط إيدك على يعني تريكات وحاجات مهمة ممكن تقلل مش تمنع، تقلل النافق. تمام، إزاي؟ أول نقطة لازم تاخد بالك منها إن النافق بيكون بسبب نقص الأكسجين بسبب السادة. فأنا بالمنطق لما يكون المشكلة نقص الاكسجين زي الكورونا بالظبط، على فكره هو الاي بي هو الكورونا في الانسان. لما اذا احنا كنا ايام الكورونا بنتخانق على انبوبه الاكسجين، يعني كانت المستشفيات ضرب النار كله على انبوبه الاكسجين. كذلك انت في العنبر، العلاج الرئيسي للسده زياده التهويه. يبقى بين قوسين العلاج الرئيسي للسده زياده التهويه. طيب في بقى علاجات تانية ناخد بالنا منها، من ضمنها ايه؟ ممنوع الاظلام. ليه؟ لان انا مش ناقص، لو عملت اظلام الكتكوت بيحط ايه من قرو في السبله كده، نسبه الاكسجين هتقل، هيشم ريحه غير جيده فهيموت اسرع. لازم ناخد بالنا كمان ان لما هياكل كتير الكتكوت او الفرخ اللي عنده سده، العنبر ده لما بياكل كتير احتياج الفراخ للاكسجين بيكون اكتر في حاله الاكل. ما انت لما بتاكل عايز الاكسجين، بتحرق بقى اكسجين عشان تهضم. فهتبص هتلاقي لما بيحصل سده، العمال لما بتدخل تمشي في وسط العنبر تهز العلافات، وهي راجعه تلاقي النفق زايد، او بعد نص ساعه تلاقي النفق زايد. قال لا، ليه بقى؟ لان كل ما هتزود اكل كل ما هتزود نفق. ازاي يا دكتور؟ انت الكلام ده خطير. ايوه الكلام ده حقيقي. انا المفروض في حاله السده احافظ على روح الفراخ مش على وزنها، ما اهتمش بالوزن قد ما اهتم بالنفق. فعلشان احافظ على ان الفرخ ما ياكلش ويموت مني، ما اضغطش عليه في الاكل، ما شجعوش انا على الاكل. يعني اطلب من العمال ما ينزلوش في العنبر كل نص ساعه يهزوا العلافات، لا ما تشجعش زي الحر كده، لما بتحصل موجه حر ما تشجعش الفراخ على الاكل. نفس الفكره في السده، لما يكون العنبر فيه سده اوعى تشجع العمال ان هم يهزوا العلافات كل شويه. انت سيب اللي يجوع ياكل لوحده واللي يشبع ياكل، يعني سيب الامور بطبيعتها. النقطة الثالثة إن الإضاءة ممكن أنت تستغلها لصالحك، تقلل قوة الإضاءة شوية. يعني إيه؟ يعني أنت لو النور عندك بالطول وعندك مثلا ثلاث خطوط نور، اطفي مثلا الخط اللي في النص، كده كمية الإضاءة هتقل، فبالتالي برضو الإضاءة دي بتقلل أو يعني بتخلي الفرخ يعني إيه مش داخل على العلافات بسرعة. ما بتشجعش الفراخ على الاكل. كل ما يعني كل ما بتقرب ناحيه الاظلام كل ما الفرخ بيقل في سحب العلف. الاضاءه العاليه بتزود او بتثير الفراخ انها تاكل. طب انا لما يحصل سد اعمل ايه؟ يبقى اقلل الاضاءه شويه، اخلي العمال ما تهزش علافات، ما يدخلوش كتير، ما يهزوش كتير، يخش بس كده بالراحه يلم النافق ويطلع. الحاجه الثالثه بقى او الحاجه الرابعه، ما احطش ادويه مضادات حيويه كتير، لان احيانا بيكون المضاد الحيوي في الظروف اللي زي دي ليس له اي قيمه، بالعكس بيكون ضرر. ليه؟ لان هو ما فيش بكتيريا، انا بحط مضاد حيوي في حاله البكتيريا. فلما بحط سلاح مش في ميعاده، بيقول لك ايه السلاح او العيار اللي ما يصيبش يدوش، هيدوش لك الكليه والكبد في الوقت اللي انا محتاج فيه مناعه الطيور تكون اعلى من كده. طيب يبقى نلخص الكلام ده في ايه؟ في حالة وجود السادة في العنابر، ممنوع الإظلام، نقلل الإضاءة شوية علشان ما نسيرش الفراخ على الأكل، ما نشجعش العمال أو العمال ما تشجعش الفراخ إنها تاكل وما يهزوش العلافات كتير، ما نحطش مضادات حيوية إلا إذا كان في بكتيريا. إيه كمان؟ اللهم صل على النبي، نسينا نقوله. إيه تاني؟ وأهم حاجة، أهم حاجة أزود التهوية، عشان العلاج الرئيسي هو أصلا زيادة نسبة الأكسجين في الجو. تمام يا شباب، الموضوع ده يعني بيفرق جامد جدا في إنك تحصل على كيرف هادي لعملية السادة. الكيرف اللي هو النافق، يعني النافق مثلا لو هيمشي في عنبر 10,000 50 100 300 200 100، الكيرف ده ممكن لو عملت كده يبقى اعلى يوم 100، ممكن يمشي مثلا 30 60 100 60 50 10، خلاص يعني الكيرف يكون اهدى. هو كده كده اللي انا بقوله ده مش بيعالج الفيروس، احنا بنقلل على قد ما نقدر الكيرف بتاع الفيروس نفسه. وارجو ان انا اكون عرفت اوصل الصوره لحضراتكم، والى ان القاكم يا رب اشوفكم دايما في خير واحسن حال.
كان معكم سامح عسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.